السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ بخير طيب الحمد لله. حضرتك لما أقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، ذريته من هم؟ ذرية النبي عليه الصلاة والسلام صلة في ذرية فاطمة، لأن هي التي عاشت من بنات الرسول ولها ذرية. اللي هي من الحسن والحسين ولا الحسن فقط؟ لا، الحسن والحسين. الحسن والحسين. الحسن والحسين. طبعا عندك من نسل الحسين علي بن الحسين الملقب بزين العابدين رحمه الله. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. ولكم شكرا.